باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعمة وبركة وسلام من إلهنا العظيم القدوس الحي الأبدي. معكم سرية. النهاردة مراحل الطريق الروحي الجزء 2 من صرخة لفرحة. الحقيقة سألت ربنا، هو ممكن الشيطان يدخل قدس الأقداس؟ رد علي وقال لي أيوب. قلت فعلاً. الطلب مني أتكلم في الطريق الروحي عن منطقة الجامعة الروحية زي ما عملناها قدس الأقداس بتفصيل أكتر، وفعلا بدأت أجهز الموضوع الأول، وبعد تقريبا ما شبه خلص لقيت روح ربنا بيوقفني وقال لي اتكلمي هنا الأول عن أيوب. قلت حاضر، ما كنتش فاهمة ليه. المهم نفذت الطلب، ومن كام يوم فهمت ليه، وحضراتكم هتعرفوا معايا ليه دلوقتي. الفاصل بين قدس الأقداس والقدس هو الحجاب، وده الفاصل بين الثانوية العامة والجامعة، امتحان الثانوية العامة. الحجاب مرسوم عليه الكاروبيم، ودي حالة الشخص الداخل قدس الأقداس. الكاروبيم المرسومين على الحجاب بيفكرون بطرد آدم من الفردوس ومنعه من الأكل من شجرة الحياة. وقد أعلن بولس الرسول صراحة في العبرانيين أن الحجاب هو جسد المسيح. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا قرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. نتقدم بأجساد نقية ودي المعمودية، وقلب صادق مدرك ومؤمن بثقة بدم المسيح. أول مرة شفنا فيها الكاروبيم في سفر التكوين واقف يحرس شجرة الحياة وقافل طريق الرجوع بعد سقوط آدم، اللي حس هنا بصرخة ندم وويل، وده كان علشان الإنسان لا يأكل من شجرة الحياة بعد السقوط حتى لا يحيا آدم إلى الأبد في الخطية. إذن كان لازم الفداء أولا، وبعدين نأكل من شجرة الحياة وأشبع بالمسيح. والحجاب بيقول للإنسان من هنا ما تتقدمش، لأن هنا الله الجالس على العرش. وانشق الحجاب بالصليب يرمز إلى أن الذبيحة اللي قدمها المسيح واللي هي دمه كانت كفارة عن خطايانا كلنا، وأن الطريق لقدس الأقداس أصبح مفتوح من جهة ربنا. فإن الحجاب كان رمز للمسيح نفسه كالطريق الوحيد إلى الآب. إلى إيه؟ إلى الآب. فيسوع المسيح من خلال موته أزال الحاجز بين الله والإنسان، والآن يمكننا التقدم إليه بثقة وبجرأة. وقال للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. وأصبح إنكار ذاتك وحمل الصليب شرط أساسي لتبعية المسيح، ولكن علشان أدخل للعرش لازم أتصلب زيه، يعني مش بس أنكر ذاتي لكن أخليها من أنانيتي وكبريائي على الصليب. ولحد ما نوصل لليوم السابع الثانوية العامة، وهنا إبليس بيحارب بكل قوة لأنه بيبقى كله مجمع الشيطان. ولما ربنا في بعض الأحيان يلاقي أني مش قادر أصله بالذات بيتقدم ويساعدني ويحول بقدرته العظيمة كل حروب إبليس لمصلحتي. ولأن الحرب بتبقى شديدة وأنا مش فاهم أنا فين في الطريق وربنا بيعمل إيه معايا، بتألم جدا وبلف حوالين نفسي لحد ما توضح لي الرؤية. وده فعلا اللي حصل مع أيوب في العهد القديم. ربنا نظر له ليه؟ إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. بينا على سفر أيوب لأنه أكتر واحد حس بالألم، ونبقى قدام كنيسة سميرنا سنة تانية إعدادي. أيوب بالعربي معناها الذي يبكي، صرخة الويل، مكروه. ده لأنه كان يبكي بحرقة ويصرخ صرخة الويل من شدة الوجع والحزن، وحس إنه مكروه حتى من زوجته وأصحابه. أيوب بالعربي معناه أيب، أي الراجع إلى الله أو التائب. علشان إحنا هنبقى قدام الحجاب هقول الراجع لله، راجع لقدس الأقداس، راجع للعرش. هو ما كانش فاهم إنه هيشوف ربنا، فلازم يخلي ذاته، ينسى نفسه تماما أمام الله.
أيوب كمثال حي للمؤمن الذي يثق في رعاية وعناية ربنا بالرغم من عدم معرفته ما وراء الستار أو الحجاب. كان بار في عيني الله لكنه ليس بدون خطية أو أخطاء. وإن روح المؤمن لازم تتسم بالعزيمة القوية واليقظة وإدراك الصواب الحق علشان تقدر بالنعمة تغلب الضيقات الراهنة وتتطلع إلى وعود ربنا بالفرح الأبدي، لأن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. ولو هو صاحي وفاهم هيقول مع داود النبي: متى أجي وأتراءى قدام الله؟ بينا نتعلم من أيوب الفريد في استقامته وصبره وتقواه، الذي يحيد عن كل شر والذي أغار الشيطان وسرعان ما قام ضده بكل سهامه: فقر، مرض، موت أبنائه، انتقام الأعداء، جحود الأصدقاء، جوع، سخرية، إهانات، افتراء. لكن أيوب البطل لم ينهار، احتفظ بتدبير نفسه دون أن يتحطم، بل ولم يثور في غضب ضد أصدقائه اللي جاءوا لتعزيته فداسوا عليه برجليهم فزادت متاعبه. أيوب توج بالنصرة. بصوا على الصورة اللي قدامك من الناحية اليمينية من الأربع جهات: فوق يخاف الله، تحت يحيد عن الشر. كان أب لسبعة بنين وثلاث بنات رباهم تربية صالحة وعمل كل الخير مع الناس من ناحية الشمال. انتصر على المصائب من الناحية اليسارية كمان. عندما أخذ منه أولاده في لحظة فإنه كأب لم يتغلب عليه الحزن المر، بل كخادم حقيقي لله ابتهج بإرادة خالقه وبارك اسمه القدوس ولم يطيع إبليس في التجديف على الله. بدأ السفر بسماح ربنا للشيطان بدخوله الحضرة الإلهية. يشتكي أيوب، وكان فاكر إبليس إن الإنسان مع ربنا عشان عطاياه، فإن رفع عنه هذه العطايا وحلت به الضيقات يدي الإنسان أفاه لربنا ويخصم الله. ولما أصبح أيوب فقير ومعدم بعد غنى، هزيل بعد قوة، تحت التأديب ومرزول بعد ما كان مشهور وصاحب شرف، في كل ده احتفظ بثبات عقله من غير أي اضطراب. ولما تجرد من كل شيء جلس وسط الرماد وكان يحك جسده بسبب ما أصابه، ذافرا بصرخات صامتة، ومع هذا لم يسقط في اليأس ولا جدف أو تذمر على الله، وقال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. ودي الآية المشهورة بتاعة أيوب. في سفر أيوب كمان بنشوف صورة رائعة عن معاملات الله مع خلقته. فمع إن الله القدير خالق السماء والأرض، لكنه يقدس حرية الإرادة. أعطى حتى للشيطان المقاوم المفتري المضل والمشتكي فرصته للحوار بكل حرية. ومع شهادة الله للبار أيوب استمع لاتهام الشيطان ضده بطول أناه، حتى يكتشف المضل بنفسه بر أيوب مع ما حمله حواره مع الله في بعض الأحيان لوم. إلا أن الله يعمل دايما في القلب المفتوح. إلهنا أب يعلمنا إزاي نتعامل مع مقاومينا، نستمع بطول أناه لأولادنا ومرؤوسينا والمقاومين لنا ونديهم فرصة للتعبير عن أنفسهم. الله قريب من أولاده، خاصة وهم في أتون التجارب، سواء خلال أعماله الظاهرة أو الخفية. إنه يختفي أحيانا عن الأعين مع إنه موجود في وسطهم حتى يزكيهم ويكللهم. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. الله ليس مصدر الألم والشقاء والضيق، وهو غير مجرب بالشرور. وإذا جاء إبليس لمحاربتنا فإن الله بقدرته يحول كل ألم للخير وكل ضعف للقوة وكل صرخة للفرحة. يستعمل التجربة للتنقية والتشكيل زي الذهب ليقدمنا في الطريق الروحي للأمام، ونفرح لما يدينا النصرة ويكللنا. ربنا شهد لأيوب بنفسه مرتين إنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر. جميل إن ربنا يفتخر بأولاده ويمتدحهم ويتحدى الشيطان بيهم. إن كان الشيطان أسقط ناس كتير فإن أيوب مش زيهم، لأنه ما فيش زيه في الأرض في جيله. في الضيقة أيوب شكر ربنا وبارك اسمه القدوس. طيب،
إذا كان أيوب رجل كامل ومستقيم، فلماذا كل المتاعب التي أصابته؟ ماذا كانت مشكلته؟ ولو لم تكن لي مشكلة، إذن ليه حدث ما حدث؟ أيوب في التجربة الثانية الخاصة بصحته هزته من الداخل. في بادئ الأمر كانت شفتاه مغلقتين على ما في داخل قلبه من تعب نفسي، وقد سمح الله لأيوب بمجيء أصحابه إليه ليكشف ما في داخله. وإذا بهذا القديس يلعن اليوم اللي اتولد فيه، وحتى بدأ كمن فقد رجائه وسقط في اليأس. مشكلة أيوب كانت إن أفكار البر الذاتي ملت حياته ولازمته طويلا، وده زينا كلنا، ونراه يقول عن نفسه: كامل أنا لا أبالي بنفسي، رزلت صباي. في الحقيقة كان أيوب يتطلع إلى بره في وسط جيل معوج وضال، ومن هنا استطاع المجرب أن يجد فيه مكانا ليشتكي عليه. أصحاب أيوب اللي أخطأوا كانوا ثلاثة: أليفاز التيماني، بلدد الشوحي، وسفر النعماني. وكان في اعتقادهم إن اللي حصل لأيوب هو عقاب إلهي عادل بسبب خطايا خفية لا يعرفها أحد سوى الله. أليفاز اسم عبري معناه الله ذهب نقي، والذهب يعبر عن طبيعة الله، وهو فعلا يتكلم عن طبيعة الله إنه بار. وأبرز أليفاز جلال الله وقدسته، وأيضا ضعف الإنسان وفشله إذا سلك أو فكر خارج دائرة معونة الله، وده صح جدا. اعتمد في كلامه على خبراته الشخصية وقال لأيوب: فإن كان أولاده هلكوا وسلبت أملاكه فهذا نتيجة خطيته، لأن الذين يزرعون شرا إياه يحصدون. لكن أيوب صرح بأنه كان يسلم أمره لربنا البار العظيم وفي قوته العظيم في قوته والعجيب في كل طرقه، الذي يرفع المتواضعين ويأتي بالخراف للإمام وينجي الفقير والبائس، وده يعني إنه لم يخطئ. فعلا كان أيوب كامل في فضائله، تعني كلمة كامل في لغة السفر مستقيم، أي يسير على خط مستقيم وليس فيه غش ولا ذل دوران. كان مستقيم في سائر معاملاته، أمين في وعوده، ليس قدام الناس فحسب بل وأمام الله اللي يشهد لكماله. وسر كمال أيوب واستقامته هو إنه يتقي الله ويحيد عن الشر. لكن أيوب كان لا يدعي إنه بريء كل البراءة من الخطية، لكنه يعتقد إن عقابه، وإن كان هناك شيء موجب للعقاب، فإنه لا يتناسب تماما في قسوته مع خطيته. تاني أصحابه بلدد الشوحي، اسم عبري معناه بيل قد أحب. بيل إله بابلي معناه النزاع والخصام، وشوحي يعني حفرة أو انخفاض، أي إله الخصام أو ابن المنخفض أو المشتكي، أي الشكاية هو اللي يجي يحطم فيك بسبب أو بغير سبب، يزرع خصام بينك وبين الله ونفسك والناس ويوقعك في حفرة صغر النفس. ما تسمعش الكل مشتكي عليك، ولو مش واثق في نفسك ثق في إلهك اللي بيحبك ومسامحك، حتى لو في خطية ارجع له واعترف، بيرميها في بحر النسيان. وقال بلدد لأيوب: انت وحش، انت تستاهل اللي بيحصل معك انت وولادك. وكان يعتمد في كلامه على التعليم وكلمة الأقدمين مش على كلمة ربنا. أيوب اتمنى أمنية هي الحرية، زي أي إنسان ينطلق في البرية، كان حمله تقيل ومبتلي ببلية، يتمنى إنه يتخلص من همومه وبلاياه ومن حمل المسؤولية. تالت صاحب كان سوفر النعماتي، معناها عصفور مصفر أو المسافر يصفر، وهو بعيد عن النعمة. كان سوفر النعماتي أشد أصحاب أيوب عنف في حديثه إليه. أيوب غاظه، لأن أيوب اعتبر نفسه مظلوم ويوجه اللوم إلى الله. كان سوفر أول من وجه اتهام مباشر لأيوب، وإن عقاب الله ليه كان أقل من اسمه، ووبخ أيوب لأنه يحاول أن يصل إلى عمق أسرار وحكمة الله التي لا تستقصى، وهو أساساً أثيم وبعيد عن النعمة. يعني بيقول له: أنت أثيم وكمان بتدور تعرف حكمة ربنا في اللي بيحصل إيه؟ محدش يسأل ولا يدور وراء الله. الإنسان القاسي بيبقى عنيف زي اللي بيصفر في الهوى وبعيد عن النعمة، لأن النعمة مرتبطة بالتواضع، فيها رحمة وتقدير لظروف الناس،
القسوة تنفر منك الناس وبيبقوا مش عايزين يسمعوك حتى لو انت على حق. علشان كده ربنا بيقول الرحمة أفضل من الذبيحة. ولو انت بتصفر واللي قدامك قفل منك ومش عايز حتى يسمعك، بتصفر لمين؟ هتعيش تصفر كتير انت مش مستفيد ولا غيرك مستفيد. اقترب من الاتضاع تلاقي انسكاب النعمة سكيب. النعمة مرتبطة بالتواضع، النعمة مرتبطة بالتواضع. أيوب اتمنى أمنية إنه يعرف حكمة ربنا في هذه البلية. هو ربنا بيعمل معاه كده ليه؟ برضو إحنا بنوجه اللوم لربنا كتير، مع إن اللي بيعمل كده إبليس مش ربنا، وإحنا اللي بندي إبليس ثغرة في حياتنا وهي الذات. إحنا اللي بندي إبليس ثغرة في حياتنا هي الذات. ربنا بيسمح مشكاية إبليس عليا عشان يقدمني ويعلمني ويقدمني في طريق وينقيني ويرفعني على الصليب عشان أخلي ذاتي فيدخلني قدس الأقداس ثم أتحد بيه. هنا أخلي ذاتي شرط أساسي هو امتحان الثانوية العامة للدخول للجامعة. المشكلة أيوب كان راجل بار وعارف إنه بار. المشكلة هي الذات. وبعد حوار ساخن استمر 28 إصحاح اختتم بهذه العبارة: فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة بيت أيوب لأنه كان بار في عيني نفسه. بعد أن صمت الأصدقاء الثلاثة ظهر أليهو بن برخائيل البوزي فتكلم بعد طول صمت احتراما لسن الأصدقاء، وتميز حديثه بروح الحكمة والتواضع. يعني اسم أليهو إلهي هو، وبرخائيل بركة الله، يعني إلهي هو وحده معطي البركة والنعمة. وبعد أن رفع أصدقاء أيوب الراية البيضة وبعد أن تكلم أيوب ثم أفاض، ظهر أليهو كشاب ممتلئ قوة وحماسة وثقة في نفسه ليقدم شيئا جديدا لأيوب وأصدقاء، زي ما عمل بالضبط مريمينا معايا في الجزء 12. أخذ أليهو يحاجج أيوب ويوبخه بمحبة لأنه برر نفسه، موضح إن الله يستخدم الألم ليؤدب أو يمتحن الإنسان، وإن الله لا يهمل الإنسان إنما يتحدث إليه مرة واثنين بالأحلام والرؤى والتأديب والرسل والكلمة. وبكده صار أليهو حلقة وصل بين حديث أيوب عن الحكمة وبين حديث الرب مع أيوب. ركز أليهو على عدل الله في معاملاته، وإن خطية أيوب وهنا هي الذات هي اللي منعت عنه البركة. أليهو أخذ الكل المنطقة بعيدة وهي التأمل في قوة الله وجماله وجلاله وحكمته، انتهى بيهم في منطقة مخافة الله. استمر أليهو لا يتعاطف مع تصميم أيوب على تحدي ربنا، فيواصل تقديم رأيه بشكل رائع وصريح معتمد على الحكمة الإلهية. وإن كان أليهو لم يقنع أيوب بخطأه، إلا أنه نجح وحول تفكيره المركز حوالين ذاته لدايرة أخرى مركزها هو ربنا. فكانت كلماته هي المدخل الذي ساعد أيوب على العبور من ذاته إلى الله. ولم يكن هدف أليهو إدانة أيوب كما فعل أصحابه، بل تكلم مع أيوب عوضا عن الله، وظهر قواصيد بين الله وأيوب. يعني وقف في الثغرة، وعندما وثق أليهو في أن محبته وصلت لأعماق قلب أيوب، بدأ يعاتبه عتابا مؤكد ليه صلاح الله. فحقا إن الله لا يفعل سوء والقدير لا يعوج القضاء. حديث المحبة الإيجابي الحازم المملوء بمخافة الله يوصل الإنسان للهدف السليم بسرعة. وتسبيح أليهو يفتح الحجاب ويشرق نور الفجر ويكون اللقاء في الحضرة الإلهية. أخيرا تدخل الله لينهي كل حكم بشري ويعلن حكمه الإلهي النهائي. حقا لم يجب الله على أسئلة أيوب مباشرة، لكنه أداله الفرصة للحوار مع خالقه القدير. أمسك بيده ليلمس بنفسه رعاية الله للخليقة وكل البشرية وأعماله الفائقة من أجلها. دخل بأيوب أمام سر حب الله الفائق للإنسان. صمت أيوب وشعر بالعجز تماما، فرفع الله إلى ما لم يكن في ذهنه، قدم له أكثر مما سأل وفوق ما طلب. رفع الله فكر أيوب من الانحصار في مشاكله الخاصة به إلى عمل الله الفائق لأجله ولأجل كل البشرية. رفعه من عالمه المغلق إلى عالم أعظم في تأمل، فسلم أيوب حياته لربنا ليدبرها حتى وإن كان لا يدرك ما هو وراء ذلك. في ثقة قال أيوب: بسمع الأذن قد سمعت عنك
والآن رأتك عيني. بكده عبره ربنا من إعدادي لثانوي لأنه أقرب عجزه. أخيرا عرف حقيقة نفسه حيث يضع نفسه في التراب والرماد أمام الله. أخيرا سمع الله وشافه، شاف فيه حياة جديدة وتغيير لكل شيء وسمعه. هو ده اللي علمه ليا البابا كيرلس عن التواضع. قال لي ضعي دايما نفسك في سنتر الصليب، بصي على الصورة اللي قدامك، بصي فوق تبقي قدام ربنا، بصي تحت رجليكي تلاقي إبليس تحت الأقدام، بصي يمين تلاقي الأسرة، وبصي شمال تلاقي المجتمع والناس. أول حاجة اعرفي أنت فين وقدام مين، حددي مكانك. لو قدام ربنا اتضعوا قدام الرب فيرفعكم، تسربلوا بالتواضع لأن المتواضعون يعطيهم الله نعمة، فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، في بطرس 5. وانت قدام ربنا انسى نفسك تماما، قف في عطش وجوع ليه، هتلاقي الارتواء من نهر النعمة، اشبع بيه، انحني في تواضع تلاقي انسكاب النعمة منه ليك، اسجد قدامه، ثبت وجهك عليه في هدوء وسكون، تلبس منه بر وقداسة، سبح، ينطلق النور. التواضع انك تعرف انك لا شيء وربنا خلقنا من عدم وانعم علينا بالوجود والفداء، انا لا شيء امامه، هي دي الحقيقه. ساعتها استقبل منه النعمه سكيب. الله يعطي بسخاء، المتضع ينسى نفسه تماما ويركز على ربنا وحده. طيب ولو انت قدام الشيطان، اجعل وجهك كالصوان، قول مع اشعياء 50 وسيد الرب يعينني لذلك لا أخجل، لذلك جعلت وجهي كالصوان وعرفت إني لا أخزى، وأقول السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد. مفيش تفاوض مع إبليس، اعلن سلطانك كابن لله في المسيح يسوع، اعلن قوة الله القدوس بجرأة بصوت حاد، اطرد كل شيء يحاول يسرق منك ميراثك او يخوفك او يرهبك او يعطلك وياخدك في الطريق او يقلل من قيمتك. انسى نفسك تماما وافتكر قوة ربنا وقوة الكلمة الحية سيف الروح في الجزء 9. تشددوا في الرب وفي قدرة قوته، البسوا سلاح الله الكامل في أفسس 6، وكمان في سر الغلبة والنصرة الجزء 16 في الرسالة. اطرد أخاب وإيزابل وعسليا من حياتك الخارجية والداخلية. معنى اسم أخاب أخو الآب، لكن ما فيش للآب السماوي مثيل ولا أخ، وأخاب يمثل ضعف الإرادة وقلة العزيمة. معنى إيزابل الموهوبة لخدمة الرب، وربها هو البعل. وأيضا معنى الاسم الغير مرتفع أي المنخفضة، كانت تقتل أنبياء الله العلي وتشتغل بالسحر والعرافة، عايزة تقتل روح الله جواك. عثاليا اسم عبري معناه يهوى مرتفع، وهي الملكة الوحيدة من ملوك إسرائيل وبنت أخاب وإيزابيل، بيدوروا على الارتفاع حتى لو على حساب الله وأبنائه. كانت عثاليا تتصف بصفات أمها إيزابيل السيئة، ومثلها تحب الشر وتبطش بالأتقياء، وقتلت حتى أحفادها. أدخلت عبادة البعل إلى يهوذا، عبادة الأوثان، هم سارقي ميراث الأبناء، والنتيجة انخفاض للهاوية. يبقى أخد بالي أطرد من حياتي أخاب وإيزابيل وعسليا، أطرد كل شيء يحاول يسرق منك ميراثك في المسيح، أطرد كل هم وحزن وإنزعاج وخصام وحسد وحقد يقف قدامك، كل روح شرير. انسى نفسك تماما، أصرخ ليسوع، ثق في إلهك العظيم، قول للبحر أسكت وأبكم باسم يسوع العالي الحي العظيم. دوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، اعلن سلطان يسوع فيك بإيمان بصوت حاد وجراءة، فيهرب إبليس من أمامك. فوق الصليب هتتعلم وهتقابل الرحمة والعدل فيك، وهتعرف إمتى ترحم وإمتى تحسم وتعدل. في أسرتك ضحي وإبذل نفسك عنهم واخدمهم بحب وصدق وأمينة. في المجتمع أنت ملح الأرض، نور العالم، أنت صورة المسيح على الأرض، المسيح فيك وإنت فيه.
يوم ما تضع نفسك على الصليب وتخلي ذاتك تماما، هتقابل الملك المصلوب، هتعرف قيمة ومعنى التواضع الحقيقي وتنال نعمة. التواضع مرتبط بالنعمة، لأن المتواضعين يعطيهم الله نعمة. لما بنبدأ الطريق بالبعد عن البر الذاتي مع رأوبيم والاتضاع، شفناه في جزء 2 و7، لما اتبع المسيح أنكر ذاتي وشيل الصليب، لكن فوق الصليب أخلي ذاتي تماما وأثبت عيني وكل الكيان على المسيح، أنسى نفسي تماما، ساعتها بس تعبر الحجاب المفتوح بدم المسيح. لو أنا متضع وطائع يبقى ببعد عن البر الذاتي، ثم أنكر ذاتي، ثم أخلي ذاتي تماما. نلاحظ لما تروح تواسي حد، ربنا مش عايزك تعتمد على أحاديث لاهوتية وخبرات شخصية زي أليفاز التماني، أو على العلوم وخبرات القدماء زي بلدد الشوحي، أو تصفر وانت فاكر إنك في النعمة وانت بعيد عنها تماما، وتقسى على الناس وتجرحهم زي سفر النعمتي. ربنا عايز إنسان روحاني يفرح قلبه، إيجابي، لا يدوس على أوجاع الناس، متضع، يعتمد على الحكمة الإلهية والكلمة، يحب الناس ويكون وسيط بينهم وبين ربنا، يمهد الطريق لدخول الله، ثم يتركهم لربنا اللي قادر يعزي القلوب ويرفعهم فوق الألام ويتحد بيهم ويبقوا أعضاء فيه. 2، كان أيوب عنده 7 ولاد و3 بنات، وقبل التجربة وبعد التجربة وما تذكرش اسمه. هقول في تأمل خاص إن ولاده قبل التجربة هم مراحل الطريق الروحي فيه، ابتدائي 5 سنين وإعدادي 2، و3 بنات هو سماحه للروح القدس أن تعمل فيه، بس بضعف مش بقوة، لوجود الذات قوية. وبدأت التجربة، ولاده 7 بعد التجربة بيمثلوا الدوران حول أسوار أريحة مع الروح القدس لإخلاء الذات، وكمان 7 أرواح الله. و3 بنات بعد التجربة اتذكرت أسمائهم في السفر، الأولى يميمة، الثانية قصيعة، والثالثة قرن حفوك. طيب ايه معنى بقى الأسماء دي ونتعلم منهم ايه؟ 1، يميمة معناها نهار، وفي العبرية يوم، وفي العربية حميمة. هذا هو يوم فرح وصفاء، يوم يشرق النهار بجماله وبهائه، يوم انطلاق حمامة الروح القدس بقوة لتحملنا للأقداس. زي ما شفنا في روح القوة جزء 14 في رسالة، نبقى إحنا في أولى ثانوي في المراحل الروحية. التانية كان اسمها قصيعة، في الكلدانية كانت ثمينة مثل الكاسية، وقد وردت الكاسية في مزمور 45 بين الأطياب الثمينة، كل ثيابك مر وعود وسليخة، والسليخة هي الكاسية، تعبير عن النفس البشرية اللبسة النقاء والطهارة، زي ما شفنا في الجزء 17 من الرسالة، لباس العرس المنطلقة بروح الفرح بأطياب الحمد والتسبيح، فاشتم الله رائحة الرضا. وإحنا كده في 2 سنة. 3، قرن حفوك، يعني قرن دهل أو كحل للعين، كحل عينيك بمسحة الروح القدس الذي ينير عيوننا بإعلان معرفة الأسرار الإلهية بقوة ومعرفة الله. أشير عليك في سفر الرؤيا أن تشتري مني الذهب مصفى بالنار لكي تستغنى، وثياب بيض لكي تلبس قصيعة فلا يظهر خزي عريتك، كحل عينيك بكحل لكي تبصر، ودي قرن حفوك. والرؤيا، وده كان اليوم 7، يعني إحنا في 3 سنة. ووصل أيوب قدام الحجاب قدام قدس الأقداس، وما يقدرش يدخل لأنه ما كانش حصل الفداء، ومات على رجاء القيام. سامحوني على التأخير في تنزيل الأجزاء، سافرت للسماء في يوم 9/9/2020 أيوب القرن 20، أمي الغالية في سن 88 سنة بكامل صحتها ووعيها، بعد ما شالت صليب تقيل طول حياتها بكل رضا، صمتة، مسامحة، مثبتة عنيها على المسيح، وجاز في نفسها سيف عظيم، لكن سندتها أمنا العذراء اللي داقت مر تعذيب الضنا. 30 سنة وأكتر عايشة شايلة صليب تقيل خلاها شبه محبوسة في البيت، ولما كنا نلاقي رجليها أو إيدها أو عظمة القفص الصدري مكسورة كانت تخبي وتقول أصلي وقعت. اتحملت شكاية إبليس عليها لأنها كانت عارفة قيمة الصلاة والصوم، وتحملت انتقام أعداء المسيح في ابنها،
وجحود الأصدقاء والسخرية والإهانات والإفتراء، وما فيش حتى زيارة من قريب أو صديق يقدر يواسيها، ما فيش غير ربنا وحده. وطبعا كان بعد حياة العز اللي كانت عايشاها. كنت في مصر من حوالي شهر تقريبا، وكانت طريق سلامها عليا آخر السنة، السنة دي يعني، عايزة تقول لي بأشوفك في السماء، وسجلت ليا تحت راسي على فراشي سبع تربان تحت راسي، والمسيح مد يمينه فتح انجيله، موسى النبي في البرية ضرب البحر بعصاي، يسوس العشب في ست البتولية، قلتلها يا ستي يا أم النور وحياة ابنك الغندور، لا تموتيلي أكيلة ولا حريقة ولا غريقة ولا قربانة صرية. أنا نمت واتمديت بسترتك اتغطيت، سترتك غطايا ورحمتك رداية، أمين كريالاتون يا رب. وداعا أمي الحبيبة، بهنيكي برجوعك لبيتك الحقيقي السماوي، وعن قريب نلتقي جميعا في السماء ومع الحبيب حول العرش، مسبحين إلهنا العظيم القدوس الحي الأبدي. هحكي لكم عن حاجة صغيرة. من حوالي 5 أو 6 سنين كنت سافرت في أجازة لمصر، وعند وصولي بيت أبي المتنيح من حوالي 20 سنة، وكان شخصية جميلة وأب رائع ومحب للمسيح والناس. أول ما وصلت ونزل من العربية قال لي الناس عندكم حريقة في البيت. طلعت أجري، أخويا كانت رجله مكسورة نتيجة حادث ونايم وفي السرير، ولعت النار بسببه في حجرته الخاصة، ولع السرير، المرتبة اللي هو نايم عليها اتفحمت، ساح التكييف اللي فوق السرير اللي في الغرفة بتاعته، والناس جريت وطفت الحريق مشكورين طبعا. بعد مدة كل ملابس أخويا الخارجية والداخلية اللي على جسمه اتحرقت تماما، وعمال يصرخ من الخوف، وماما حبسوها بعيد عن النار. العجيب ان اخويا مفيش شعرة في راسه او جسمه اتحرقت، وده ببركة صلاة الام الجميلة دي. شفت يعني ايه الفتية في اتون النار في بيتنا؟ وهو ده الانجيل المعاش. حد يقول لي الست دي كانت فين في الطريق الروحي؟ سافرت للسماء شاكرة وواثقة في نعمة وحكمته ومحبة ربنا الكبيرة، ومسامحة الناس اللي عذبوا ابنها وأفقدوه حياته، وعايش حي ميت لحد النهاردة، وكانوا سبب معاناتها العمر كله، طالبة ليهم الرحمة والمغفرة، وربنا يهديهم لمعرفته. أنا رجع بفرحة بعد صرخة لأبويا السماوي، أنا رجع للمحبة، رجع لوطني الحقيقي، عضو في المسيح، رجع للحياة، رجع للحياة مش للموت. ومن سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا. اسمحوا لي أرفعك أسبحك أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لكل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، لك الحكمة والغنى والقدرة، لك يا رب كل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأبدي.